إبراهيم عايز يشوفك. أنا معرفش حد اسمه إبراهيم. اشتري منه هو تبقي سمعتي الكل. احكم انت. مش ده سمير اخوكي؟ هو مستنيكي في كافيتيريا بساطة. حلو اسمع مني. هو هناك دلوقتي. هيمة تعالي خد ده حافظ عليه، اوعى حد ياخده منك. هو حد يدوس عليك، لو حد داس عليك مرة هيدوس عليك على طول، فاهم؟ توعدني؟ مالك؟ أنا مش هسيبك، أنت مش هتشوفني، بس أنا هشوفك. يا ابن الواطي، ها؟ مع ستة؟ مع ستة؟ ايدك الزفرة اللي انت حطيتها على بنتي، هكسرها لك، هكسرها لك، هكسرها لك، هكسرها لك، هكسرها لك. شيل يا ابني الكلام ده وهات ابراهيم الابيض من بره. انت يا امك، انت يا حياه امك يا طول، مش هسيبك يا لما طول يا تمام يا باشا. فك الكلبش، تعال يا ابني فتشه وطلع اللي في جيبه حطه على المكتب هنا. بقينا نقتل عشان ايه؟ عشان بقت صبي من صبيان زرزور، فاكرها هتعدي؟ انت كده عديت الخط ومفيش رجوع، هيتعمل لك مواجهه في النيابه وتتسجن فيها من 7 ل10 سنين. في ايه؟ هات في جيبك، مش عاوز تطلعه. حاجه ما تخصش حد غير يا باشا لا مؤاخذه. نعم يا اخويا. ما تزعلش، كلام الباشا حلو يالا. وربنا لازعلكم، وربنا لازعلكم. سيادتك يا باشا، يعني لو مؤاخذة يا باشا، يعني ايديك حنينة يا باشا، ترى هي زي ايدين النسوان يا باشا. اه ده ضرب يا باشا، انا عليك الضرب يا باشا. ساعات الباشا انا اعرف عربي، انا شفت عربي.
ربكما تكذبان لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الفاتحة. موافقة يا مهل. بس تديني كلمتك مش هتلمسني. عمرك ما اديتيني ريح حلو، عمرك، رغم كده بقى انا اللي مربيكي بحكم الجيرة، مربيكي بحكم عيني اللي بتتخطف من المطاعم عليك. اللهم لا تؤاخذني فيما لا املك. دي كانت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لضعف الواحد الست عائشة عليه الصلاة والسلام. اللي بره دي شنطة هدوم، امي فاتتني وارتاحت وانا عديت الشارع وجيت لك جاية بشوقي عشان في رجولتك وشهامتك ومحتمية بيك. البيت هبيعه، سمير بعت تدار رعاية كويسة قالت لي عليها المستشفى وأحسن من البلد دي اللي كنت بعمله. زي النهاردة شايف اليوم ده قدام عينيا لما عودك شد كنت تيجي ما تقاليش عن كده فايرة اسمك زهر قبل اوانه. طول عمرك طول عمرك نفريه وحرنه. كلمتك يا معلم، اديني كلمتك. طيب اشوف وشك بخير يا معلم. يا ست استني استني استني، طول عمرك مستعجله مستعجله على طول وغضوبه. سيجارتك فيا ديت هي اللي هتشل ايديا عنك ليوم الدين. الا بهواكي دي كلمتي. الشنطه بتاعتك اللي بره دي مش هتخش هنا تاني، خلاص ما عادش فيها حاجه تلزمك. هتبتدي حياه جديده، برنسيسه متوجه، عشمي بقى ذوقي يكسفك. عمران يا معلم. اشمعنى؟ واحد من رجاله العرب ما ماتش واتمسك وقال الحكومه على كل حاجه، دلوقتي متحفظين عليه عشان يشهد ضد ابراهيم في المحكمه. هنعمل ايه؟ سد هذا انت هدمك نادي علينا. واحنا نقدر نعمل ايه يا ابني؟ ايه؟ العمل عمل ربنا. الانسان ضعيف. الانسان ضعيف. سلام. امورنا كبير. شوف يا سيدي. بعدها عرفت مين هو عبد الملك زرزور. يطلع ان المعلم معاه كشوفات وبيانات دايره الجيزه دي كلها، رواتبهم واسماء عيالهم ومدارسهم وحتى الكيف بتاع كل واحد فيهم. المعلم ما استناش يكتب النية هيمه،
يشوف هيسلمه ولا لا، وقرر انه يخرجه قبل الجلسه مشاع قبل القاضي، واتختمت بتليفون من معلم سراج. القاضي عمل فيها بطل ومهموش. زرزور الكبير قراها، كانت اغلى مهره في سوق الرهاوين. بعدها بسنتين بقت نمره واحد في سبق الحصانه، وبعدين تتعلق وتشد كره. دنيا غريبه، مكتوب. ما تيجي اقدر مدك جنبها، هو لو حصل هتطلعه ايه؟ بغلي طبعا. ولو يا معلم عمران مات؟ هيموت. ازاي؟ هتقتله. ايه؟ ازاي يا عم الحاج؟ بتعرف تنشن؟ ممكن. طب برضه مش مهم، حتى لو ما بتعرفش برضه مش مهم. هتفوت على عمك سراج يديك حته حلوان، بس لو قلشته احنا مش هنقلش. فيك واحد طابب. ماشي. وبشوك انت بقى، بشوك انت. عشر صعب صح. مبروك على المكان الجديد، يلا نجربها.